مش بقنعك الموضوع، لا ده انا بختار المواضيع الموجوده. طب ايه نركز في واحده بس اللي انا هتكلم عليها النهارده، ودي اللي خاصه بالريسيرشرز اللي هم عايزين يروحوا اوروبا يقعدوا مينيمم سنه وماكسيمم سنتين لدراسه او لانهانسنج سنتفك كارير. يعني ايه؟ يعني ايه انهانسنج سنتفك كارير؟ يعني اروح اعمل زي ما انا بعمل بالظبط، لو انا متعين معين هنا او متعين مدرس مساعد او متعين اروح اعمل هناك زي ما بعمل هنا، ده نوع من انهانسنج سنتفك كارير بتاعي. يعني مش لازم اروح هناك ادرس، ممكن اروح هناك اشتغل او اشتغل باحث مساعد او اشتغل باحث عمالي. Grande.
او يوروبيان مش انا كجامعه مصلحتي مع اللي جاي الجامعه، لان البروجكتس دي الانترناشونال بروجكتس دي بتبقى بوينتس في الاخر بتتحسب في الرانك بتاع الجامعات. فدي دي برضه حاجه مهمه حاجه تاخدها في الاعتبار، لو حضرتك مقدم بجراند دي حاجه بتضيف لي مش تخسر عليك. الريسيرشر بياخد هنا ليفي الاونسز 4650 يورو في المانس، وتش از نوت موجوده في اي بروجرام تاني، وبلس موبيليتي الاونس 600، فاميلي الاونس 500، والجامعه بتاخد 800 يورو 650 يورو بير مانس عشان تتاح له يعني الفاسيلتيز اللي يقدر يشتغل عليها. احنا بنتكلم تقريبا 58000 يورو في السنه للراجل اللي هو عنده خبره من 4 سنوات ل 10 سنوات وفي الريسيرش، ما اتكلمناش على الدرجه العلميه بس عنده خبره في الريسيرش، والراجل عنده اكثر من 10 سنوات خبره 87000 يورو بيزك سالري. قبل ما حضرتك تبتدي تكتب اي ريسيرش بروبوزل حضرتك لازم تعرف يور اسيتس عامله ازاي. يعني ايه الاسيتس؟ يعني ايه انا عندي ايه املكه في البدايه دلوقتي اقدر ابني عليه مقترح بس. فلازم ابقى عارف البوينت اوف ريسيرش، انا اعرف البوينت اوف ريسيرش ازاي، واعرف ان انا واقف على الليتست او الستيت اوف ذا ارت ازاي عن طريق قاعده البيانات الخاصه بالمشروعات اللي احنا بنحكي لها دلوقتي. لازم اعرف كمان لو انا عندي اي ساينتفك ريزالتس قبل كده حصل، سواء كان مشاريع داخل الجامعه او سواء كان حاجه بعد التخرج عملتها، كل ابلكيشن ارت بريسبل ساينت في السوشيال بلان ريسيرش انا بعمله ده انوفيتد، يعني في كومبوننت انوفيشن الاورجنايزيشن اللي انا بشتغل فيها او اللي انا هرجع عليه كومباربل مع جهات اخرى. فدي دي نوعيه الاسس. اما اجي بقى اصيغ الموضوع ده في ريسيرش بروبوزل لازم ابتدي الاول بفهم ايه المشكله، والمشكله دي لوكال ولا ناشونال ولا ريجنال. بعد كده لازم اعرف المشكله دي هي اولويه من اولويات الجهه المانحه. بالنسبه لليوروبيان كوميشن هم قايلين ده بوتوم اب، بوتوم اب يعني انا اقدر عليه. الحاجه الثالثه السولوشن بتاع المشكله دي اكزيستنج ولا لا، يعني في ناس اوريدي شغاله على الموضوع ده. الحاجه الرابعه المهمه ليه دلوقتي وليه انا؟ فدي في صياغه الكونسبت نوت بشكل عام عشان ابتدي اعمل اي بروتوكول او اي فكره بحثيه لازم اعمل الكونسبت نوت، والكونسبت نوت دي هو بس ملخص الفكره كلها، فالكونسبت نوت دي ممكن تبقى حاجه بس يعني. طب الناس دي بتقارني على اساس ايه؟ على الاكسس الامباكت والامبلمنتيشن. الاكسس يعني الفكره البحثيه اللي انا بشتغل عليها دي قد ايه هي متميزه؟ الامباكت العائد بتاع الموضوع ده هيبقى عامل ازاي؟ يعني بعد ما ارجع انا هبقى مؤثر ازاي على الاورجنايزيشن بتاعتي، او مؤثر ازاي بالنولج اللي انا خدتها بره دي حاجه لها تسهيل اللي حواليا ازاي؟ الامبلمنتيشن وده جزء مهم برضه، انا هامبلمنت اللي انا بقوله ده ازاي؟ وطبعا السي في بتاع الريسيرش دي حاجه مهمه جدا، دي عليها حوالي 25% من التقييم هو السي في بتاع الريسيرش. والجهه اللي انا رايح لها طبعا دي عليها جزء كبير من التقييم، وهي قد ايه اللي بتوفر فاسيلتيز ليه. انا بس عارف كام سؤال كده عشان انا حاسس ان الوقت هيجي هنا، خلينا اروح اقول لحضراتكم شويه على الشورت كاتس بتاعت موضوع حضرتك. المنح اللي انا بتكلم عليه بالتحديد البورتال اللي حضرتك هتلاقي فيه موضوع ده حاجه اسمها بورتال سيلف تقييم او جوجل تقييم اللي بتختصر نص البورتال. والبورتال ده ممكن اعمله بورتال واحد بس مجمع كل منح في اوروبا في حته واحده. يعني الدقه دي برضه هنا المنح او حاضر البرنامج اللي هو المصري الفرنسي البرامج البحثيه كتير قوي موجوده هنا في اوروبا. الموقع الراح هي كان معقد جدا قبل كده، دلوقتي بقى معقد بس معناه كده برضه ايه حاجات
في حته استخدمها كده ثانيه وكل ما اخش في حاجه الاقي جراند لاينز وكميونيكيشن كتير ولازم اقرا كتير قوي عشان اوصل اللي انا محتاج ليه. بس انا اقول لحضرتك برضه على حاجه ممكن تسهل على الموضوع ده، السم بيخش على كورس، بعد ما تخش على الموقع ده تخش على حاجه اسمها كورس، وبعد ما تخش على الكورس هتلاقي في تكست بوكس. طبعا هنا هنا في سيرفيس سبورت قصدي، ممكن حاجه تلاقي ناس ممكن تساعد حضرتك في كل حاجه من دول. حضرتك ما تخش على الكورس هتلاقي هنا في تكست كورس يعني عليك تكتب في اي كيورد واعمل فيلم. بس موضوع بس جدا. فحضرتك مش محتاج تعرف بقى كل التكنولوجيز اللي فوق، يعني ممكن اشرح لك شويه بس حضرتك مش محتاج يعني خلينا نقول ديسيجن زي دي المعلومه بس البسيطه اللي احنا بنعمل الكورس بتاع الموضوع ده حوالي ثلاث ايام اللي ايه هي الاوبشنز اللي موجوده، وبعد كده بنفوكس اكتر على او التيم يعني اللي عندنا في الاكاديميه بنفوكس اكتر على رايتنج البروبوزل والبادجتنج وما الى ذلك. وفي حاجات بس انك ممكن تستعين فيه لو محتاج، لو عندك اي مشكله في كتابه البروبوزل ده في معقول حضرتك تقدر تستعين بيه ازاي. فهنا كنت بس اسمي ادور بفلتر كود احط اي كي وورد واقول سيرش هيطلع لي البراندز اللي هي فادي مع الطب اللي انا اخترته. طيب لو انا عايز ادور في قاعده البيانات الخاصه بالمشروعات الاجنبيه فحضرتك بتخش على كورس برضه على ايه حاجه فوق كده حاجه شايف نيوز فاندنج بروجكتس، فانا كليك على بروجكتس هتلاقي هنا ده قاعده البيانات الخاصه بالمشاريع اللي تم تكوينها قبل كده، سواء كانت اف بي 5 اف بي 6 اف بي 7 او برامج يعني بتعدد اوروبيه. ممكن كمان افلتر ده بالسبجكت بالبروجرام بالدوله كمان الاورجنايزيشن. وممكن في يعني اكتب اي كيورد اقول سيرش. فهنا هيجيب لي كل المشروعات المموله في التوبيك ده بالتحديد. طب ده مهم في ايه؟ مهم اعرف صياغه المشكله البحثيه تم صياغتها ازاي في مشروع دولي تم تمويله وتم مراجعته لاكبر برنامج تمويل ابحاث في العالم. حاجة مهمة أنا أعرف سبب المشكلة البحثية ده بسببها إزاي، تاني حاجة أعرف لو في الجهات المانحة بره. أعرف بس الجهات اللي هي اللي قدرت تعمل المشروع ده بره، وأعرف مين كمان مين الشخصيات اللي البارتنرز الموجودين في مصر. وأعرف نفسنا طبعاً مين اللي مشاريع أخرى. في حاجة تانية اسمها بارتنرز. ودي آلية برضه بتتيح لحضرتك إنك تعرف ناس اشرفاء يعني او ناس عندهم افكار بحثيه بيدوروا على شراكه. في حاجه ثانيه مهمه ما اعرفش عنك بس انها بقى اسمها كونتراكت بولز، ودي بتبقى بيجز المشروع البحثي عاده اللي هو لو انا ما بقدمش على جراند المفروض عشان اخد اقتراح. لو انا بقدم على حاجه اسمها كولابريتيف ريسيرش، كولابريتيف ريسيرش يعني جهه بتتعاون مع جهتين بره او جهه بره وبيشتغلوا في بحث مشترك. ففي هذه الحاله الشراكه شيء اساسي. الكونسورتيوم ده او الائتلاف ده بين الشركاء بيقدم الطرح مع بعض للجهه المانحه، والجهه المانحه بتتم بتقيم ده وبعد كده بيتم التمويل. لو الائتلاف ده قدم مثلا في احد الشركاء وقع من الاتفاق او قدم وقال لي في السنه الثالثه او السنه الرابعه من المشروع ومحتاج شريك جديد. فدي بتسميها سامبل بيكس مكان شغل وسط الاتفاق. فهم بيحطوا ده تحت حاجه اسمها كومباتيتف كولز. كومباتيتف كولز ده اعلان لمشروع رانينج ومحتاج شريك زياده بس. ففي هذه الحاله انا بقدر ابعت بس انا ما ببعتش انا ببقى فاضي ببعت للجهه اللي انا بمثلها يعني. ويبقى اقول لهم مثلا القسم بتاعي او الوحده بتاعتي تقدر تعمل الكلام المكتوب ده في صوره 1 2 3 4 واحنا مهتمين ان احنا نشارك في المشروع ده. بس شاطر كده. يبقى انا لا كتبت بروتوكول ولا كتبت ريسيرش بروبوزل ولا تم تقديمي ولا اي حاجه.
اصلا بعد الاكسبريشن اوف اسيتس. فالكومباتيتف جولز دي بتتجدد كل شهر تقريبا، برضه دي حاجه مهمه للناس تجيب اي يعني على الموضوع. في حاجه اسمها يور اكسس، دي هي دي طبعا عارف يور اكسس. يور اكسس ده زي ما قلنا في منح للمشروعات، في منح اللي معاك بيبقى باحث مثلا قدم ورقه انا عايز اروح المانيا اعمل دكتوراه هناك، وقدم الطرح ده مع الجامعه للكيم كوميشن والمشروع اتقبل. الباحث ما فيش اي سبب مانع، فالجامعه عندها الفلوس لان هي بيجي لها بيج فاينانس، بيجي لها فلوس مقدمه، وعندها بروتوكول وعندها اكشن بلان وما عندهاش باحث. فالاعلان عن الفيكنسي بتبقى موجوده برضه على اليو اكسس. انا قلت لحضرتك هناك في الكومباكتيف كولز او الفيكنسي بتاعت الجهات بتتجدد كل شهر، دي بتتجدد كل دقيقه، فدي برضه مهمه قوي حاجه خليها حتى الهوم بيج بتاعتك. فدي حاجه مهمه، وهي طبعا كل ما اكون مور اكسبيرينس في الريسيرش ممكن يكون كل ما اكون عندي خبره اكتر معايا يعني واعلى في الريسيرش، كل ما اعرف استفيد من ده بسهوله. ودي البورتال ده بيجيب برضه من كله، مش من دوره واحده، مش كل كل دوره. فلو دخلت حاجه تانيه برضه ممكن تسويش اي حاجه، بس في حاجه مهمه قوي من هنا، احنا نفسنا وزاره البحث العلمي بنستفيد بيها بالطريقه دي. لو انا بعمل لاند سكيب بتاع مصر وعايز اعرف مين هم الجهات البحثيه اللي ليها بوتنشال في هيباتيتس سي، ف يعني بآلية ممثلة. لو انا عايز اعرف ده في اوروبا، لو عايز اعرف البوتنشال اورجانيزيشنز بعرفها من استفادتنا من مشاريع بحثيه ومن اصابه باحثين متميزين، فاعرف ده ازاي؟ مين ده ازاي؟ الداتا بيز دي معموله اساسا عشان السيرش على بيز، بس هي بتبقى كده السيرش باي اورجانيزيشن. فانا ممكن سامبل لو انا عايز اروح دوله معينه يعني اكتب كي وورد واقول له هات الاورجانيزيشن اللي استضاف الباحثين في التوبيك ده او الكي وورد ده، فيطلع لي الاورجانيزيشن. وهبقى عارف كمان ان انا لو انا عايز اعمل حاجه معينه في توبيك معين يبقى دي الجهه المثاليه اللي تقدر تستضيفني. وبعد ما انا عارف الجهه دي هي مهتمية بالموضوع اللي انا بتكلم فيه، لان هي اوريدي شغاله على في اللاين ده يعني من الريسيرش. المنح اللي موجوده هنا متنوعه من حيث التمويل ومن حيث يعني هي كلها منح اوروبيه، بس في منها اللي هو الاكاديميك برستيج بتاعها عالي، في منها اللي عالي. اعلى حاجه موجوده اللي احنا قلنا في الاول اللي هي حقوق البحث، حاجه اسمها ميريت ريبيتس. فلو حضرتك لقيت حاجه مكتوب عليها ميريت ريبيتس دي معناها ان دي اعلى حاجه. واللي بيسميه من ده بيبقى اسمه ميريت ريفاليو. الميريت ريفاليو دي ممكن المور اكسبنسيف ريسيرشز يبقوا عارفين الكلام ده كويس. الميريت ريفاليو دي حاجه كبيره جدا يعني في البحث العلمي بالتحديد. لأن الزميل قريب مني حاجه مستفيد منها، دي حاجه مهمه قوي يعني في الكارير باسوي، وحتى كمان انترناشونال اكاديميك ريكوجنيشن معايا. فلو احنا بندور باي فيلد وعملنا اي كيبورد هلاقي هنا ليست اوف فيكنسيز، وعلى جنب كده جنب كل فيكنسي مكتوب دي ماري كوري ولا دي قد ايه ولا اي كده الفيكنسي دي جايه منين. طيب انا هنا بقدر اقدم من غير ما اكتب ريسيرش بروبوزل، من غير ما اكتب مقترح، من غير ما اكتب مقترح بحث. بس ستيل مهم ان انا يبقى عندي السي في باورد، لان انا ما عنديش اي ادوات من ادوات التواصل غير السي في. انا هبعت لهم الموضوع اللي انا مهتم بالفيكنسي دي والسي في بتاعي، فهو ما عندوش حاجه ثانيه يقدمها غير السي في، لان المقترح موجود، الاكشن بلان موجود، الريسيرش بروبوزل موجود. فبيلدينج ريسيرش بروفايل دي حاجه مهمه. في كمان فرص هنا للتريننج، بس هي يمكن قليله، هي اكتر حاجه هي فرص